نظارة جدتي. تضيع جدتي نظارتها كثيرا وتسأل نفسها: أين وضعتها يا ترى؟ جدتي تحتاجني دائما لأبحث لها عن نظارتها الضائعة. تكون نظارتها في الحمام أو على سريرها أو فوق رأسها، وحين أشير إليها بأنها فوق رأسها تتلوى من الضحك وتحمر خجلا من سهوها، ثم تقول: أصبحت عجوزا حقا، شكرا لك حبيبتي. لكنني هذه المرة لم أجد نظارتها، لا أثر لها، لا في الحمام أو على سريرها أو فوق رأسها. سألت جدتي: ماذا فعلت طوال اليوم وأين تنقلت؟ أجابت: لم أفعل الكثير، زارتنا عمتك وشربنا الشاي معا وأكلنا من الحلوى التي صنعتها أمك وتبادلنا أخبار العائلة والجيران. آه جدتي حبيبتي، أريد أن أعرف أين تنقلت لأحدد مكان نظارتك. سألت أختي السؤال نفسه: ماذا فعلت جدتي طوال اليوم وأين تنقلت؟ أجابت أختي: كانت جدتي مشغولة اليوم، فقد كتبت رسالة إلى أخيها. آه أختي، أنا لا أريد كل هذه التفاصيل، أريد فقط أن أعرف أين تنقلت جدتي لأحدد مكان نظارتها. أخيرا سألت أمي السؤال نفسه: ماذا فعلت جدتي طوال اليوم وأين تنقلت؟ أجابت أمي: تحدثت جدتك هاتفيا ولوقت طويل مع خالتك، وأنهت حياكة وشاح أختك، ثم خرجت لتمارس رياضة المشي. ماما حبيبتي، أكثر هذه المعلومات والتفاصيل لا فائدة منها إلا واحدة، فهل عرفتموها يا أحباء الصغار؟ صحيح، فلحياكة الوشاح لا بد من استعمال النظارة، فها هي دي. لقد كانت ملفوفة بخيوط وشاح أختي وإلى جانبها القلم.